متابعينا بصباحنا لليوم، وضمن مساحتنا الصباحية رح نروح لفقرة بتخص الجمال والاسترخاء يلي بتهم كل السيدات ويلي بتريحهم من أعباء الحياة. منقدم يلي قدموا بالفترة كتير من الجهد يلي ضر بشرتهم وضر صحتهم أيضا، بما أنه مقبلين على العيد فخلينا نشوف كيف فينا نهتم ببشرتنا، كيف فينا كمان نحمي بشرتنا من أشعة الشمس ونعيد ببشرة جميلة ورقية لكل السيدات. رح نروح ونحكي هالشي مع سلمى وضيفتها. صباح الخير صبايا، يسعد صباح صباحكم. يسعد صباحك عن جديد ليا، وصباح الخير لضيفتنا. اليوم رح نحكي عن موضوع بهم كل الصبايا والسيدات بشكل عام، يعني صيف شوب درجات حرارة عالية، هذا كله بيأثر على البشرة وممكن حتى مع المكياج كمان نتضايق أكتر، يصير في شحوب، يمكن يصير في بحاجة لكتير أمور لحتى نحافظ على نضارة بشرتنا. كل هالأسئلة رح تجاوبنا عليها ضيفتنا بصباحنا لليوم، أخصائية العناية بالبشرة وعلاجها آية صفوان الجوني. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. هلا بالنسبة أول شيء كيف نعتني بالبشرة، طبعا أول شيء بنعتمد على نوع البشرة. البشرة الجافة هي أكثر عرضة للتصبغات والتجاعيد، لو نحن نتعرض للشمس بشكل كبير يعني لمدة ساعات طويلة رح يصير عنا زيادة بإنتاج الميلانين، بالتالي هون بنلجأ للماسكات الطبيعية والكريمات اللي بتحتوي على أحماض ونسب ترطيب عالية، مثل عنا حمض الكوجك، هو مستخلص طبيعي بيستخلص من عدة منتجات طبيعية ليحافظ على البشرة وترطيبها وملء التجاعيد. حمض الهيلورونيك أسيد كمان عنا بيحافظ على ترطيب البشرة وبيملأ لدرجة انه يملأ التجاعيد، هو بنعتبره مثل اسفنجة بتمتص المي وبتحافظ على نسبة ترطيب عالية عنا كمان. بالنسبة كل ما زدنا نسبة الترطيب بالبشرة كل ما وقيناها من التجاعيد ومن التصبغات وعطيناها يعني مقاوم، تصير مقاومة لعلامات التقدم بالعمر. أما البشرة الذهنية فهون كمان بنحافظ عليها قبل العيد بالذات، نعمل لها ماسكات طبيعية لتحافظ إنه ما ينتشر البثور فيها، ما تزيد نسبة الالتهاب، ما بالذات تنظيف كتير مهم قبل العيد، طبعاً 3 أيام 4 أيام ماكسيموم 5 أيام. نعم هيا بس نحن كمان بدنا نشوف أنواع الكريمات يلي موجودة معك أيضا يلي بتخص البشرات، وخلينا نتعرف عليها. تمام. هلا بالنسبة للأنواع قلنا إنه لازم ما يكون عنا خلال فترة العيد أو بشكل عام بشكل يومي بثور وحبوب، هي اللي احنا لازم نحافظ عليها من خلال الماسكات الطبيعية اللي بتعمل تهدئة للحبوب، مثل عنا ماسك جل الألوفيرا، هي أي صبية فيها تطبقه بالبيت، من معلقتين جل ألوفيرا مع نص معلقة صغيرة كركم مع معلقة صغيرة زيت الليمون، إضافة لحمض الصفصاف. عن واحد عم نحكي نحن هلا؟ هلا أنا حأحكي عن ماسك الذهب. ماسك الذهب هو عبارة عن نترات الذهب مع زيت النعنع. ذهب تمام، نتريات الذهب بودرة الذهب كمان، عندنا زيت النعناع جل الألوفيرا مضاد التهاب، زيت النعناع لمقاومة التجاعيد للشد والنضارة كمان، بيعطينا ترطيب لدرجة شد التجاعيد، وبنفس الوقت بيعالج الحبوب الناعمة وحتى الحبوب الملتهبة. زيت النعناع كتير هذا كتير كله. ممتاز. هذا بالأسبوع بنستعمله مرتين أو ثلاثة لدرجة ساعة باليوم، طبعا بعده بنغسل مباشرة وندهن المرتب. نعم. هيا قبل ما نكفي ونحكي عن المرطبات وعن الكريمات، دائما بفصل الصيف بيقولوا بعدوا عن تنظيف البشرة، بعدوا عن الماسكات الخاصة بالبشرة دون مراقبة طبيب، يعني هلا إذا نصحناهم للعالم بجوز بشرتهم ما تلائم هيدا الشيء. أشعة الشمس قديش هي ضارة وقديش ممكن تعمل فيدباك مع الكريم يلي نحن عم نحطه أو الماسك يلي نحن عم نحطه؟ تمام. هلا أنت بدك حتى الوهج ضار بيكون.
تمام، بدنا يكون نحن مثل ما حكينا انه مرطبين البشره تماما، حتى قد ما تعرضنا الى حد من انتاج الميلانين اللي هو بسبب زيادته بسبب التصبغات تمام. مثل عنا حمض الكوجاك ذكرته انا ببدايه الحلقه انه هو بحد من انتاج انزيم التايروسيناز، هو مسؤول عن زياده الميلانين. فنحن مجرد ما حدينا من انتاج الانزيم رح نحد بنفس الوقت من زياده التصبغات. فنحن هون كل ما رطبنا البشره قد ما تعرضتي للشمس مع واقي شمسي مناسب الى ما رح تتاثر البشره بالتصبغات. طيب خلينا نحكي تمام. كمان هلا هون حكينا انا ماسك الذهب تمام، فورا نستخدم بعده مرطب. هلا المرطب بترجع حسب نوع البشره عندك. مرطب فيك تعمليه بزيت الليمون اذا كانت البشره دهنيه مع جيل الالوفيرا، فينا نعمل اذا كانت البشره عفوا اذا كانت البشره جافه فينا نعمل فيتامين الكيوي والافوكادو ماسك جيل الالوفيرا مع مستخلصات الكيوي، ومنضيف له كمان حمض الهايلورونيك اسيد، هو كثير ترطيبه عالي. وكمان بدنا نحكي عن الشفايف كمان اجباري، يعني هو بالعيد كمان بدنا نحافظ على ترطيب الشفايف مو بس البشره، مثل ما بنتابع البشره بنتابع الشفايف. عندك هون مرطب الشفايف مع التوريد هو من مستخلصات الرمان تمام، قشور الرمان ريحته مبينه فورا اول ما فتحت تمام. وعندنا كمان هيلورونيك اسيد للترطيب العالي، بيمنع الاكسده وبيمنع تراكم الخلايا الميته اللي حافظ عليها من التجاعيد والجفاف. طيب وخلينا نشوف هاد شو بودره الموس هو عباره عن بودره مضاف لزبده الشيا وسيروم، طبعا السيروم بنضيف له الحمض حسب نوع البشره. عندنا حمض اللاكتيك للبشره الحساسه لا ما فيه سوس، هو بودره وسيروم مضاف الى احماض وهايلورونيك اسيد للترطيب، رائع طبعا في نسبه وقايه عاليه. هلا اي صبيه فيها تستفيد من هالشيء، انه اول شيء بتبعد عن فاونديشن المواد الكيميائيه. هاد بديل للفوند، بديل يعني للفوند وللواقي تمام، بس طبيعي مثل ما ذكرنا بودره مع سيروم وكمان احماض ترطيب تمام. هل يناسب كل انواع البشره ولا كمان بدنا نقول انه لا لازم كل الصبيات؟ تقريبا في يعني نسب متساويه من الاحماض اللي بتناسب كل الانواع تمام. اهم شيء انه ما نوع زيتي، يعني بيناسب البشره الجافه والدهنيه. بيناسب البشره الزيتيه تماماً. نعم خلينا نقول ايا كم هيك كم معلومه نفوت على المطبخ ناخذ هلا موسم اهم الخضار والفواكه بسوريا. خلينا نحكي شو هي لازم نحطها على وشنا، شو هي اللي بتفيد كثير منيح للبشره اذا تناولناها ايضا يا ايا؟ تمام. هلا بالنسبه للاطعمه مثل ما ذكرنا عنا الكيوي هو مضاد اكسده كثير عالي، الافوكادو كمان هدول مضاد اكسده تماما ما بتحطها على بشرتنا تمام. عندك الرمان رائع، هلا بس قول الموسم ما فيه رمان. الشاي الاخضر الالوفيرا كمان فينا نعملها ماسك نخلطها مع خلاصات الكيوي هلا قبل العيد كثير حلو 20 دقيقه قبل الميك اب. عندك كمان اكيد اهم شيء نحافظ على شرب المي بكثره، يعني اهم شيء للترطيب ولمنع الالتهاب الجلد. وعندنا كمان الخضار والفواكه طبعا، هي لازم اهم شيء الغذاء لحتى يعكس بشرة نضرة ولامعة. طيب هون بدي أسألك سؤال، في كتير صبايا بيحطوا الميك اب وبيستخدموا قبل الميك اب انه انا مثلا بحط كريم واقي شمسي او بحط بيز بعدين بحط الفون، انه الافضل للبشره؟ هلا اهم شيء طبعا الوقايه قبل الفونديشن، انه مهما كان الفونديشن فيه نسبه وقايه فلازم قبله تمد البشره بنسبه وقايه عاليه. اما بالنسبه للبيج اللي ذكرتيه هو كثير فيه مواد سيئه صراحه، مواد يعني انت كل اللي عم تسكري المسام عم يعني تقريبا عم تختنق فينا نقول لفتره طويله، فهي الصبيه بتحبه انه بتقلك انه ما عاد يمتص الفونديشن البشره ما عاد تمام، بضل الفونديشن فتره اطول، بضل الميك اب محافظ عليه فتره اطول. لا هون احنا انت يعني المسام انسدت على الاخر منعتي عنها يعني الاكسجين طبعا، زادت نسبه الاكسده فيها،
كتير دمار صراحة للبشرة، وكمان بتزيد نسبة الجفاف. إذا كانت البشرة دهنية بتزيد نسبة الحبوب والبثور والالتهابات. فأنا ما بنصح أبداً نهائياً أنه نوضع أي بيز قبل الفونديشن، أو نوضع أساساً الفونديشن لفترة طويلة خاصة فترة العيد. وإذا احتجنا هذا الشيء بشكل بمدة طويلة فوراً بنغسل بالغسول وبعده مرطب. وأهم شيء طبعاً ننام بالكولاجين، ما نغسل بشكل كامل الميك اب قبل النوم، وندهن الكولاجين قبل النوم لنحلم في بشره نضره، يعني انه تغذى كل الليل. اكيد. يعني آية اليوم هيك عطتينا شويه نصائح كثير مهمين لكل الصبايا اللي عم يحضرونا وعم بيتابعونا. بنتمنى يكونوا شكر وجودك معنا. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك، ويعطيك الف عافيه.